دائما اعشقها لانها قريبه من المكان اللي كبرت فيه، قريبه من فاس. دائما كنت اتمنى ان اغني لان جمهوري كثير في الصفحه ديالي تيقول لي دائما خصك تجي لهنايا. انا سعيد بهذه الدعوه وتنتمنى كما قلت انه سهره الغد اللي غنغني فيها تكون في مستوى الحب الذي اكنه لهذه المدينه ونزهه. غير واحد الكلمه اخيره للجمهور ديالك في مدينه فاس، لكم طبعا انت كابن فاس، كابن مدينه فاس. فاس غادي يجي وقت واحد الوقت وغندير عليها اغنيه يمكن اقرب الاشياء الى قلبك هي اللي ما تتعرفش تصوبها. غايجي واحد الوقت وغتكون اغنيه في مستوى حبي للمدينه لانه فاس ماشي ديالي وماشي ديال فواسا ولكن هي ملك للانسانيه بتقرير اليونسكو. ميرسي. شكرا.